متى أول مرة دخلت كندا ومن أي مدينة والتواريخ؟ طبعا هذه كلها المفروض أنك أنت يعني عارفها، موجودة في جواز سفرك وعلى الأختام الدخول. طيب first time in Canada، هل أنت أول مرة موجود في كندا؟ yes or no. no. متى دخلت كندا أول مرة ومن فين؟ من تحط التاريخ اللي دخلت فيه أول مرة كندا، من المدينة سواء كنت في فانكوفر أو في مدينة أخرى. طبعا هنا بدأنا في الأسئلة اللي كلكم يعرفها في الصفحة الثانية أو الثالثة في الأبليكيشن، في أي يعني خدمة، الفيزا أو الستدي بيرميت أو أي شيء، اللي هي الإجابات اللي كلها نو. هل كان عندك أي مشاكل مع البوليس؟ هل عمرك مش عارف إيه الأسئلة ديك اللي تخبروها كلها نو؟ فنفس الشيء، نو 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 كلها تمشي عليها بالنسبة لك وبالنسبة للفاميلي ممبر. طبعا بعد ما تغلق اي ديكلير، يعني ان انا زي لما توقع اخر الابليكيشن، انا انه كل المعلومات اللي حطيتها اي ديكلير، ان انا اقر ان هذه المعلومات كلها صحيحه. و بيقول لك هنا ترى انت لما بتضغط اي اندرستاند وتضغط نيكست كويشن، انك انت كانك في مقابل بتوقع على الابليكيشن، فهو هنا بيسوي الكترونيك سيجنتشر، فهو بيقول لك بيعطيك فكرة ترى أي معلومات من اللي دخلتها هتعتبر منسوبة لك، إنك هذه أنت مسؤول عنها. طبعا دي كواليفاي فور في إكزامشن. الفي إكزامشن في مجموعة من الناس، طبعا ما هم نحن وأنا ما أعرف مين هم، لهم الحق إنهم ما يدفعوا مبالغ التقديم. ففي فئة معينة الله أعلم مين هم هذول الفئة، فنحن ما احنا منهم. فانت فبيسالك دي كواليفاي فور في اكزامشن، تقول له نو. نيكست كويشن، طبعا لاحظوا احنا دخلنا هناك في البيمنت اوبشنز اللي هي بالبنط العريض. كيف بيسالك كيف تبي تدفع؟ زي ما قلنا اسهل طريقه اللي هو الاونلاين بيمنت عن طريق الماستر كارد او الفيزا. هنا حابب اوريكم دحين البريفيس لانسد كويشن. ليتس سي احنا خلصنا كل مع الداتا اللي دخلناها، افتكرنا انه نحن في غلطه عندنا في سيتيزنشيب انفورميشن او في الريكويست انفورميشن او في البيرسونال. اذا ضغطت على البريفيس لانسرد كويستشنز هيدخلك على الصفحه هذه. لاحظوا هنا بيعطيك البيرسونال انفورميشن، كل المعلومات اللي انت دخلتها، وتحت وقدام كل معلومه بيقول لك بيديك اوبشن موديفاي. فاذا ضغطت على موديفاي، طبعا هذه نفس الصفحه الانتري انفورميشن الادميزبيليتي، لاحظوا كلها موجود قدامها موديفاي. اذا ضغطت على موديفاي حيدخلك على السؤال اللي انت ضغطت عليه موديفاي وتبغى تعدله. فانا ضغطت على واحد اللي هو وات از يور كرنت ستاتس ان كندا. انت مثلا كتبت وركر، وانت لا انت ستدي بيرميت، ما انت وركر، فتعدل المعلومه وبعدين تضغط ابديت، هيرجعك على نفس المكان اللي انت وقفت فيه اخر مره في التقديم، اللي نحن كنا في واقفين في البيمنت اوبشنز. اللي بعده حيجيك الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن اللي هي الاوراق اللي حتعمل لها ابلود. الان جاء دورها. الثلاث الاوراق اللي كلنا لازم نسويها ومطلوبه، اللي هي معلومات الجواز السفر كامله. اول صفحه اللي فيها الاي دي بيكتشر والاي دي انفورميشن كلها، بتاريخ الميلاد، بتاريخ الاصدار، بتاريخ الانتهاء كله. والصفحه اللي فيها الفيزا، والصفحه اللي فيها الكرنت ستدي بيرميت حقتك. فهذه كلها لما تدخلها على الكمبيوتر حتخش جي بيك، تحولها بي دي اف، تحاول تعملها في ملف واحد. ليه؟ لانه هو بيقبل حجم معين، ما يبغى الحجم يزيد عن 2 ميجا بايت الظاهر. فهذه اول دوكيمنت المهم. ثاني دوكيمنت اللي هو خطاب القبول حق المعهد حقك او الجامعه. وثالث دوكيمنت اللي هو خطاب الفاينانشال جارنتي اللي هو الضمان المالي حق الملحقيه. هذه مهمه، الثلاثه كلنا نشترك فيها، كل الشباب اللي بيقدموا او الاخوان او الاخوات اللي بيقدموا على ستدي بيرميت، هذه الثلاثه الدوكيمنتس المهم وجودها. بعدين في بعض الدوكيمنتس اللي تنطبق على بعض والبعض الاخر لا. مثلا اللي قلنا عليها اول واحده الاوثوريتي تو ريليز انفورميشن، هذه مو كلكم تحتاجوها. الناس اللي قلنا يحتاجوا المرافقين والمبتعثين اذا يبغوا احد يتكلم عنهم او ينوب عنهم في دار الهجره. بالنسبه للمتزوجين اللي بيسوي اكستنشن للستدي بيرميت لزوجته،
فاحتمال كبير منهم انهم يطلبوا العقد الزواج. وهذه حصلت بسيطة جدا، عقد الزواج يترجم باللغة الإنجليزية ويعمل له سكانينج بنفس الطريقة ويتحط ويترسل. المهم انه تختلف من حسب حالة الشخص، لكن الثلاثة المهمين اللي قلنا عليها اللي هو الكوبي اوف ذا باسبورت والخطاب القبول حق المعهد وخطاب الضمان المالي. طبعا كل ما تعمل، طبعا لو مثلا نرفق اول ملف، طبعا حتسوي تشوز فايل. المفروض الملفات كلها الان انت عملت لها سكانر موجوده عندك على الكمبيوتر، وتختار من فين حتنزل الملف، على الديسكتوب ولا على ماي دوكيومنتس، محل انت ما سيفته او حفظته. نزل الملف الان، نزل اللي هو حسام باسبورت اللي هو الجواز السفري او اي دوكيمنت اخر. بعدين حتلاقي اعطاك هنا provided، معناته انه هو قبل الملف، حجم الملف مناسب، وبالتالي تنزل على الدوكيمنت اللي بعده اللي هو الكوبي اوف ذا باسبورت والليتر والاشياء دي. ما تخرج من الصفحه هذه لين تتاكد انه كل الاربعه او كل الثلاثه الخاصه بك كلها اداك علامه خضراء ان هي provided وانه قبلها. طبعا لاحظوا نحن واقفين في الدوكيومنتيشن، هذه تقريبا نحن انتهينا من الابلكيشن. بعد كده في الريفيو اند فاليديت اللي هو حتعمل ريفيجن لكل المعلومات اللي حطيتها سريع، وبعدين تحت يقول لك اي ديكلير واي اندرستاند زي اللي وريتكم هي قبل كده، والكونسنت. وبعدين حيدخلك على صفحه تحط رقم البطاقه الائتمانيه وتدفع الفي 125 وتعمل سبميشن. لما تعمل سبميشن خلاص انت الان مسؤول عن كل المعلومات اللي حطيتها، واوراقك ارسلت اونلاين لدار الهجره. طبعا اي ريسبونس منهم حيكون على الايميل، فبعد كده تخلوا بالكم من ايميلاتكم، لو في اي ريسبونس، لو في اي اوراق ناقصه، لو في اي شيء، حيكون ردهم عليكم عن طريق الايميل. فانا كده انتهيت، واتمنى انه ان شاء الله تكونوا استفدتوا. فزي ما قلنا حننزلها ان شاء الله، على نحاول نترجمها وننزلها على موقع مبتعث وعلى موقع النادي اللي يبغى يستفيد اكثر ان شاء الله. شباب اذا في اسئله ممكن تسالوا، وانت عيد السؤال عشان المايك يسجل. طيب اي سؤال؟ تفضل. بالنسبه الاول، من البدايه لما كان خيرك بين تقدر تحط نفس البيانات الاولى او تحط بيانات جديده، ايه البريفيل اوبشن؟ طيب قول السؤال. مثلا لو بتكون بياناتك غالبا بتكون بياناتك كلها نفسها او عنوان السكن تغير، طيب احتاج انك تعيد البيانات كلها ولا تقول له نفس البيانات وتقدر تعدل فيها؟ يعني هو اذا انت قلت له انا ما ابغاك تحط لي البيان اي دونت كونسنت، فحترجع تعيدها كلها. لكن اذا انت اي كونسنت، انا ما جربتها لاني انا برضو جديده، فقلت له اي دونت كونسنت ومشيت على اليوجوال. اللي اتصور لو قلت له اي كونسنت حيمشيك على نفس الصفحات صفحه صفحه، بس حتشوف البيانات مكتوبه، وحيكون عندك الاختيار انك تغير. يعني بدل ما تقعد تكتب واحده واحده، مثلا الادرس حيجيبك على صفحه الادرس وحيمشيك، بس لما يجيبك على صفحه الادرس تلاقي العنوان كامل مكتوب، فممكن ساعتها انت تغير اللي فيه اللي تبغى وتمشي على الصفحه اللي بعدها. لكن ما انه يعني ما اتصور انه اذا قال لك اذا قلت له اي كونسنت انه حينقز بك الصفحه كامله ما تشوفها مره. وبعدين حتى لو هذا اللي حصل، عندك الاوبشن حق previously answered questions، تضغط عليه تروح على كل معلوماتك اللي مدخله قبل كده، وعندك الحريه انك تعمل لها modification او تغيير. تفضل هاشم، عندك سؤال؟ طبعا اذا انت راجع السعوديه تقدر ومعاك كل الخطابات القبول حق المعهد والفاينانشال جارنتي، تقدر في السعوديه انك تجدد، بس حترسل بالبريد وحتاخذ 6 ل 8 اسابيع اتصور، ما حتكون سريعه. فهل انت رايح السعوديه مثلا شهرين قاعد هنا؟ فغالبا معظمنا بيروح مثلا شهر اجازه وبيرجع، ف
فلهذا السبب انه يمكن افضل انك تسويها هنا.